الله الله يعطيك العافية. شكرا لضيفنا المتميز والمبدع الوليد العامر، شكرا لحضوره وتميزه. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام استكمالا لأمسيتنا لهذه الليلة في إبداع الشادي حمد القحطاني، خامس المتسابقين يتواجد مع الزميل سعد الغرمول. تفضل أبو ناصر. يا مرحبا يا أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم ومع الإبداع المتجدد من المتسابقين. اولا خلوني اشكر ابو عبد الله على الابداع اللي قدمه لنا. ثانيا معنا المتسابق حمد القحطاني، مرحبا يا حمد. مرحبا ومسهلا. حمد، من البارح في البروفات وانا اشوف ان صوتك تشتكي من صوتك، سلامات ان شاء الله. والله لا تقول له خير، الصوت والله انه تعبان، حاولنا نأجل الموضوع ذا لكن على تأجل اللي هو مشاركة ذي الأسبوع مع المجموعة الثانية. اي والله الحق تعبان، لكن معنا متحمد للعشاء. وش هاي بقدر اسلي بيت؟ والله اني اخفف الوجع شوي. ايش يقول؟ قال فيها احذر سجل في المواقف غيابك، وقف وقوف نيابه جستر وعيا. يا سلام. انا اقول له من المنبر ابشر بساعتك وانا حمد. كفو يا حمد. وحنا حمد. طيب. جاي ان شاء الله نافع. وش مجهز؟ انا سمعت انك مجهز لحن جديد لم يطرق من قبل. والله مجهز ابيات مختلفة عن باقي المتسابقين. ولحن جنوبي. وان شاء الله انه جديد اللحن. اي نعم. عاد انت بما انك من اهل الجنوب فباذن الله انك يعني متقن اللحن 100%. ان شاء الله باذن الله. تدربت على اللحن؟ اي نعم. طيب فالك التوفيق يا حبيبنا وقدامك المسرح. وياك. بالتوفيق يا حمد. مشاهدينا خلونا نتعرف على حمد ونتعرف على استعداداته من خلال هذا التقرير. أبيات نادرة ولحن جنوبي، وإن شاء الله أن نقدم لحن جديد يعني؟ إيه إن شاء الله أن نقدم شيء يرضي الله سبحانه، يرضيني ويرضي الجمهور والربع، وعسى فانا وفال الشباب الباقي بالتوفيق إن شاء الله. اقطع اللي في حياته لا منه لا عليه، واغنم اللي طيب فعله جمل قايله، كبدي اللي نشاه المر غصب ما تبيه، والليالي حملتها الحمول المايلة، الردي لا من تردى فلا حنا احتريه، والمصيبة لا تردى زبون الطايلة. سلامتك. يعطيك العافية يا حمد. الله يعافيك. صح صوتك؟ صح بدين. نستمع إلى رأي لجنة التحكيم، نبدأ مع حسين البيض أبو سالم. تفضل. مرحبا يا حمد. الله يبقيك. الله يبيض وجهك على المشاركة. وجهك أبيض. اختيار موفق، لا اللحن ولا الكلمات، ومشاركتك كل المرحلة اللي راحت. الله يطول عمرك. ما عندي والله تعقيب، مشاركتك الله يعطيك العافية، موفق. استاهل. يعطيك العافية يا حمد. أبو فارس. مرحبا يا حمد. الله يبقيك. الله يعطيك العافية، ما قصرت. حضورك المرة هذه أفضل من حضور الأول، وهذا على الأقل مؤشر كويس إن الشخص يكون يعني كل ماله يكون أفضل تصاعدي. رغم شوي بس ركاكة في بعض مفاصل اللحن، لكن أنا أعتقد أنك يعني حضورك المرة هذه أفضل من حضور الأول، واستفدت يعني من الأخطاء اللي كانت في الحضور الأول. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية أبو فارس. دكتور فيصل. حمد، توفقت في مقام السيكا اليوم، وهذا يعني مقام ما يقولوه عندنا في المتسابقين كثير، يمكن قالوا كم واحد من الشباب.
وكنت أتمنى أني أسمع الصوت بأعلى من كذا، بس يبدو أنه هذه إمكانياتك. وكان الترعيد حيفلط منك أحياناً، في يسبب لك بعض النشازات في الأداء، هذه لو ما أمسكتها خاصة بالطبقة هذه حتنشز فيها، لكن تعديتها الحمد لله وبلطف الله عز وجل. بالتوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور حمد. الآن أبيات اختبار اللجنة. حبيت أذكر اسم الشاعر القصيدة اللي قلتها لأحمد بن معدي شريفي. ونعم. عليكم زود. ونعم. خذ وقتك يا حمد، إذا ودك بعد تقدم الستاند هنا عشان ترتاح. شيء جميل إن المتسابق يتذكر اللحن. تلي قلبي تلي طير على طالع ويكيد، جواد المقرود يزب قهوي عيا يطلق، يوم فعرك جناح على قاس الحديد، وانكسر ريش النداوي والله وفقه، يكفى خلق البلميشا قي على الخل العنيد، ما وفى بالعهد لا شك قلبي صديقه، وهنيا اللي على الحول ينبت الحديد، وش سوات اللي جانا حلي قلبه محرقه، يا لطيف الروح ويب حق خلاق العبيد، أكرم المملوك بالوصل ولا باعتيقه. سلامتك وانت سالم. يعطيك العافية حمد. خلونا نسمع تحية لحمد القحطاني، عسى فال التوفيق بإذن الله تعالى. إلى سادس المشتركين في أمسيتنا لهذه الليلة في مرحلة نصف النهائي، سياف الواهبي مع سعد الغرمول وبناصر، تفضل.